السلام عليكم. بالنسبة لهذه المبادرة هذه اللي درتها لوزارة الصيد البحري شهر رمضان المبارك، جميع أنواع الأسماك شهر رمضان إن شاء الله وبثمن جد مناسب. الأثمنة هاهما هنايا، كاين أنواع الأسماك والأثمنة، تفضلوا معايا نوريهم لكم. كاين بالنسبة للميرلا مقطعة دايرة 35 درهم، بالنسبة للميرلا بياس دايرة 30 درهم، الميرلا فيلي مصوبة فيلي دايرة 40 درهم. عندنا عاوتاني عندنا الانواع ديال الصول متوفرة، عندنا جميع ال 5 ال 6 ال 7 من 40 درهم حتى 60 درهم. اللي عندنا عندنا بوزروك داير 60 درهم، وعندنا هنا عاوتاني كاين دينطو هو البواجو داير 27 درهم، الروكان داير 30 درهم، الشامة اللي هي معروفة رويال دايرة 90 درهم الكيلو، الأباديش كاين الميزان ديالها ما بين الكيلو كيلو ونص حتى 3 كيلو دايرة 27 درهم حتى هي. عندنا هاد النوع ديال الكروفيت اللي داير 75 درهم، هاد النوع هذا الآخر حتى هو لي كورتيكي مقشر اللي داير 65 درهم. وعندنا هاد الكروفيت الكريز اللي داير 150 درهم، 2 كيلو بحال 75 درهم الان كيلو. هادي حتى هو كروفيت كريز دايره 130 درهم، دايره 65 درهم الكيلو، يعني فيها 2 كيلو فقط. بالنسبة للبانكا دايرة 35 درهم، أن كيلو فيها 35 درهم. الكالامار تريس بي وكاين الكواترو بي، هادي دايرة 65 درهم. بالنسبة للسيبيا فريت دايرة 35 درهم، أن كيلو فيها. وبالنسبة الكرة الذهبية دايرة 60 درهم تاع الحوت. لينوغيت عندنا تاع لينوغيت فيهم 350 غرام دايرين 16 درهم. كالامار كاين، كاين بالنسبة للكالامار داير 40 درهم. كلشي عندنا الحمد لله، كلشي متوفر. اول مرة كانت في تاوريت هذه المبادرة اللي دايرينها، دارتها الصيد البحري، دارتها مدينة تاوريت، مدينة وجدة، مدينة جرادة، المهم الجهة الشرقية كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. كنشكر جريدة أصوات بمناسبة شهر رمضان الكريم، وبتنسيق مع وزارة الصيد البحري كينظموا مجهزو الصيد في أعالي البحار مبادرة الحوت بثمن معقول. هذه المبادرة هذه دارت لأول مرة في مدينة تاوريرت في النسخة ديالها الأولى، رغم أن في المدن الأخرى دارت في النسخة ديالها الثالثة. هذا العام هذا يعني أول عام في مدينة تاوريرت دارت هذه المبادرة هذه، وإن شاء الله تكون أعوام الأخرى حتى هي. هذه المبادرة هذه دارت الأسماك المجمدة ثمن اللي ما كتلقاهش في السوق بصفة نهائية. تبارك الله أن الأسماك ابتداء من 30 درهم بحال الميرلون 30 درهم، الميرلون النقية ب 35 درهم، عندنا جميع أنواع الأسماك اللي كتكونجولا داخل في أعالي البحار، يعني في الباطول داخل كتكونجولا عاد كتخرج عندنا، كتجي في واحد يعني كتجي من البحر ديريكتومون عندنا لوجدة للسياج ديالنا، من تما عاد كيتم التوزيع ديالها عبر الجهة الشرقية وحتى في الغرب. ولكن حنا هذا العام هذا اسواق كافي اللي راها اللي يعني
اللي راه شاده هذه الباديره هذه نتاع 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 الحوت المجمد، شدت الجهه الشرقيه كامله، منها مدينه تاوريت، مدينه العيون، مدينه جراده، مدينه وجده، مدينه بركان، والناظور، تازه، كامله هذه الجهه هذه دارت فيها هذه المبادره هذه. وكنتمنوا من الناس ان شاء الله تنال الاعجاب ديالهم، وكل شيء وكل شيء يجي يذوق ان شاء الله هذا الحوت هذا، لحقاش الثمن ديالو راه رمزي ومعقول في هذا الشهر هذا، هودو الثمن اكسبري باش الناس كامله تزعم وتذوق، لحقاش حتى الانسان دابا مع هذا كورونا هذه يعني الدخل ديالو راه يعني الدخل راه هاود بزاف، يعني كاين اللي ما كيقدش ما خدامش، كاين اللي كيشد غير 50 درهم وكيمشي مثلا المارشي كيلقى الحوت غالي بزاف. ان شاء الله يجيو يزورونا ويشوفوا الاثمنه ديالنا ويشوفوا الجوده اللي عندنا ان شاء الله بحول الله. لقينا اقبال كبير بزاف بزاف بزاف، حنا الحوت ان شاء الله كنجيبوه بحال هذا النهار هذا لغدا اللي ما كيبقاش، حنا كل نهار دابا كندخلو كيجي الكاميو عندنا، شاك جوغ كيدخل الكاميو كيخوي لنا الحوت لغدا اللي ما كيبقى حتى شي حاجه، كنوليو نتسناو. كاين الناس اللي كيجيو دابا ولينا كنردوهم حيت ما كيلقاوش الحوت كيلقاوه كمل. وامور رمضان ان شاء الله عندنا محل هنايا في بلان جديد اللي داير ديال الاسماك المجمده في زنقه الرباط، انفاس الجامع ديال بلان جديد، راه معروف الجامع ديال بلان جديد. كنتمنى من الناس كامله تزورنا، عندنا جميع انواع الاسماك المجمده والطرطيات وليصوص وحتى الفروماج، كامل لا كاليتي مزيانه. كنخدموا مع الريستورات كاملين ديال تاوريرت وخارج تاوريرت، وكنخدموا حتى مع البيبليك، حتى مع الناس العاديه اللي كتدي تاكل في ديورهم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.